إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي اليوم الممثل الشاب موسى جي موسيلي الذي اشتهر بتجسيد دور الزومبي في مسلسل الموتى السائرون في ظروف غامضة عن عمر يناهز 31 عاما. وأفادت صحيفة الاندبنت أن الممثل الأمريكي الشاب موسى جي موسيلي تم العثور عليه ميتا متأثرا بجراحه جراء طلق نار داخل سيارته حسبما صرح أقاربه لوسائل الإعلام. وقالت الجهات الأمنية في بيان إنه جاري التحقيق في وفاته باعتبارها عملية انتحار محتملة، ولم يصدر بيان رسمي بشأن الظروف المحيطة بوفاته. وقال أقاربه إنهم لم يعرفوا أي تفاصيل عنه منذ يوم 23 يناير الماضي، وقدموا على إثر ذلك بلاغا في مركز الشرطة، ثم اتصلوا بشركة أمن السيارات التي تتبعت سيارته إلى حيث تم العثور على جثته اليوم. ومن جانبها قالت وكيلة أعماله لشبكة فوكس نيوز في بيان: لقد أحبه الجميع وأحب معجبيه بقدر ما أحب عائلته وأصدقائه. كان دائما متحمسا للعمل، وجاء في حساب مسلسل الموتى السائرون الرسمي على تويتر: أفكارنا ودعواتنا مع فرد من أفراد طاقمنا موسى جي موسيلي. في حين قال الممثل الأمريكي بالكو الذي ظهر معه في المسلسل بشخصية إندي إنه حزين بسبب أخبار وفاته، موضحا إنه كان مجرد إنسان طيب ورائع، وكتب: سوف نفتقدك يا صديقي.